معروف ان في رمضان لازم نزيد في الوزن، تعالوا اقول لكم ازاي في 4 خطوات ممكن تخسوا وتاكلوا كل اللي انتوا عايزينه. اول حاجه بلاش تكسروا صيامكم على المشروبات اللي مليانه سكر، حاول تكسر صيامك على التمر علشان المشروبات اللي مليانه سكر بتلخبط مستوى السكر في الدم، بيبتدي يرتفع جدا وبعد كده بيبتدي ينزل، وبالتالي بتضطر تاكل كميات كبيره جدا. وكمان استبدلوا المشروبات اللي مليانه سكر بالتمر، علشان التمر بيكون غني بالالياف وكمان بالسكريات الطبيعيه، بيحافظ على مستوى السكر في الدم وبيحاول يقلل من الشهيه. تاني حاجه طريقه طبخك للاكل، ان احنا نقلل الدهون اللي موجوده في الاكل بيكون مهم جدا عشان نقلل السعرات اللي احنا هنستهلكها، ونحاول نستبدل الاكل المقلي بالاكل اللي معمول في الفرن او اللي معمول في القلايه الهوائيه. تالت حاجه بلاش تعتمدوا على الكنافه والقطايف ان هي وجبه واحده، ولكن خدوها في الاخر خالص ضمن وجبه معينه، وبلاش ناكل الحلويات كل يوم، ممكن مره او مرتين في الاسبوع هيكون كافي جدا. اخر حاجه استبدلوا السكر الابيض اللي موجود في المشروبات الرمضانيه بالسكر الدايت، ده هيقلل معاكم السعرات جدا بتاعه المشروبات دي، وحاولوا تقللوا الكميه اللي انتوا هتشربوها منها.